يعني الجريمة اللي حدثت اليوم في اغتيال ومقتل ناهض حتر هي جريمة نكراء، وبوجهة نظري كرجل قانون يتحمل مسؤولية هذه المقتل اللي هي الأجهزة الأمنية كافة. كون ناهض حتر وكلني كوكيل له بأن أقدم شكوى على الأشخاص الذين هددوه، و 22 شخص تقدمنا بشكوى إلى محافظ العاصمة وتأمين حياة ناهض حتر أثناء دخول المحكمة وخروجه من المحكمة، ووعدنا كل يوم ممكن نوفر الحماية وراح نطالب ونلاحق كل من هدد، وما صار إشي. صار بالعكس، قتل أمام قصر العدل على الدرجة الثالثة عند مدخل الجمهور، قتل ناهض حتر وهو بآخر أنفاسه ينطق الأردن الأردن، ديروا بالكم على الأردن، ديروا بالكم على الأردن. هذا كان آخر كلام ناهض حتر.